رئيس لجنة التربية والتعليم بمجلس محافظة بغداد البارحة طلعت بغطاء متلفز قالت مديريات التربية تغص بالفساد الإداري والمالي. ما شاء الله. شو السلطة التشريعية ساكتة؟ والله وين طوجينا رحمي أبوكم؟ لا تجاوبني. إذا التربية بها بوق والصحة بها بوق والجامعات بها بوق شنو احنا مراجعة الجوامع عفوها وقفيات ناس حرموا أولادهم قالوا يبيعون يسوون مشاريع استثمارية الوقف السلي جوامع هاي وقفيات عفوها يعني أب يترك يمنع أولاده بناته مرته من عنده يأخذون ورث من عنده ويتركه وقف لله تعالى هاي تركتها من رب العالمين يجون يبقوها ويحولوها وفرات ويسولها استئجار ويسولها حذف واستحداث وتغيير منطقة ويأخذوها بالوقف مو راح نرجع للنقطة يا أخوي راح نرجع لنقطة بدأناها وين رئيس الوزراء من هاي شعارات رئيس الوزراء شو يسوي شو يصير يصير أبو الوقف السلي ويصير أبو التربية سامر أحمد أبوك يا شو يصير أبو الإسكار انت بس جاوبني انتم جاوبوني شو ياهل نجيبه هنا نائب محلل مراقب يقول رئيس الوزراء شو يسوي شايل يسوي لا شنو شو يسوي بس خبرتونا والله خبرتونا جزء اساسي من اللي دا يصير شلون جاوبني تفضل جلسة هالاسبوعهم ذول السبعة اللي تصنطون وقاربين الدنيا منهم منين يجوا من بيتي زين سكرتارية بمكتبي لو بمكتبه طيب هو جزء من المتهم بهاي القضية هسه احنا ما ندخل بالقضايا بس هذا الموضوع متروك للقضاء يا برحمه ابوكم انتوا ليش اللي يجي تسوونه نبي راح تكفوني والله من ام احنا ليش اللي يجي اعلام سياسيين اشوف بس يصير رئيس وزراء يعني شنو رئيس وزراء على راسه بيضه على راسه ريشه على قولة البيضة عمي بالشارع يشبرون عليه والله مواطن صحيح على راسي يمشي البلد بصوره صحيحه اضرب له تعظيم سلام ما يمشي يتحاسب حاله غير لا مو قد المسؤوليه الرجل قد راد يشتغل بس عليه ان يكشف الاوراق احنا لا نظل نطمطم بيها انا بس لا نظل نرجع بس اسمح لي احنا تعبان احنا اسمح لي شعبنا قام احنا نعاني من مشكله شنو هي المشكله مشاكل استاذ محمود ويانا شنو هي المشكلة؟ أي شخص يجي من النواب مع اعتزازنا لهم وبيهم أي شخص يجي مراقب للشأن السياسي والأغلبية هاي يا بتقول له تعال رئيس الحكومة رافع شعار مكافحة الفساد المدراء العامين بمكانهم اللي باقوا الموازنات السابقة نعم. والحالية رؤساء الهيئات بمكانهم السفراء بمكانهم الدرجات الخاصة بمكانهم وكلاء الوزراء بمكانهم انت رافع لهذا الشعار علي من احنا نريد اجابة شعارات. تقنعنا تقنع الشارع العراقي وانا رئيس الوزراء المحترم رئيس الوزراء العراقي رافع شعار مكافحة الفساد تجي للموازنات المرصودة لوزارة الصحة مبقي المدراء العامين على حطتهم تجي الوزارات التربية مبقي المدراء العامين على حطتهم الوزارات الخدمية مديريات البلديات كذلك احنا نريد شخص يجاوبنا يقول لنا يا به رئيس الوزراء ما يقدر يغير لان اكو هيك شيء يحتاج التغيير الى ان يكون اكو برلمان يدعم رئيس الوزراء هم حلقه وحده يعني تغيير. البرلمان ما داعم رئيس الوزراء لا وين دعمه هو رئيس البرلمان ما عنده برلمان ما عنده رئيس اقول لك احمد ابوك بنقصد سيد محمود قبل لا يحكي اكبر صاحبك انت صاحب الحلبوسي لا بس لا جاوبني لا لا ما هاي النقطه معبرها استاذ علي لا لا اسمح لي هاي النقطه معبرها اريد منك اجابه مقنعه نعم للمشاهد هيئه النزاهه اسمح لي للمشاهد رئيس الحكومه سر تمسكه بال الدرجات الخاصة والمدراء العامين اللي استنزفوا الموازنات السابقة والحالية شنو هو على هاي جاوبني جماعته شنو جماعته اي نعم ها والله تفضل. ولد عمه وعشيرته ومقربين من عده